أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج فنجان علم. وفنجان اليوم عن موضوع جديد وانترستنج جدا شيق، لأنه بيتكلم عن حاجة كأنها خيال علمي، وهو تخليق خلية جديدة من مكونات أو من بقايا خلايا بكتيرية. طبعا الموضوع ده شغل العلماء من فترة طويلة جدا، وأنا شخصيا كتبت مقال حوالي 6 شهور عن إعادة تخليق الخلية من مكوناتها. بمعنى أصح، لو خدنا خلية وخدنا النواة لوحدها، خدنا السيتوبلازم لوحده، وخدنا الغشاء الخلوي لوحده، وخدنا الميتوكوندريا لوحدها، كل حاجة كده في أنبوبة اختبار، وبعدين بعد ما فصلناهم بكل مكوناته بدون أن نغير فيهم شيء وحطناهم مع بعض، فهل ممكن ده يؤدي يكون خلية جديدة حية تقدر تنقسم، تقدر تدي طاقة وتقدر تتحرك وتقدر الجينوم بتاعها يشتغل؟ ده كان سؤال كبير، وأنا يعني كتبت فيه مقال، وكان طبعا سؤال صعب الإجابة عليه لأنه ما فيش حد عمل التجربة دي قبل كده. وطبعا لما نيجي نتكلم عن الموضوع ده، موضوع تخليق خلية حية من حتى بقايا الخلايا، موضوع مش سهل، وحتى المفروض التعرض عليه ليه موضوع غير أخلاقي، لأنه ممكن لو نجح يؤدي إلى مخاطر، إنه يكون خلايا جديدة بصفات جديدة، ممكن يستخدم في الحرب البيولوجية، في الاستنساخ اللا مطلوب، اللا أخلاقي، وهكذا. ولما عملت هوم وورك أثناء ما كنت بكتب المقال ده، هل في محاولات قبل كده؟ فلقيت في محاولة كانت رائعة جدا وذكية وفعالة من انستيتيوت اسمها كريج فينتر انستيتيوت في روكفيلر في ماريلاند في أمريكا، وكان رئيس الفريق البحثي كان دانيال جيبسون. ولو حضراتكم ممكن أوري حضراتكم البيبر المنشورة في النيتشر سنة 2010، في مايو 2010 في النيتشر. طبعا حصل على ضجه كبيره جدا. لكن كانوا عملوا ايه؟ عمل تخليق للجينوم بتاع بكتيريا باستخدام الكمبيوتر والكيمياء. يعني شاف المفروض البكتيريا كان بيستخدم بكتيريا معينه اللي هي مايكوبلازما. فالمايكوبلازما لها 1.1 مليون بيز بير، قاعده يعني من قواعد الجينوم. شاف ايه السيكونس بتاعها بتاع المايكوبلازما الحقيقيه، وبعدين استخدم كيماويات قواعد مخلقه، وام مخلقين ده حيث يشبه تماما الجينوم بتاع المايكوبلازما. بعد ما خلقوه ده باستخدام الكمبيوتر سميه انسيليكو، وبعدين عملوه بقى طبعا بطريقه حيويه، وحصلوا على الجينوم، قاموا حاطينه في بكتيريا تانية بعد ما نزعوا منها الجينوم بتاعها. يعني صنعوا جينوم وبعدين حطوه في جينوم، حطوه في خلية تانية ما فيش فيها بعد ما شالوا الجينوم. وشافوا بقى هل الخلية الجديدة اللي اتنزع منها الجينوم الأصلي بتاعها اتحط فيها الجينوم الجديد اشتغل ولا لا؟ المفاجأة الكبيرة انه لا، كان اشتغل وطلع صفات الخلية الجديدة اللي هي بنسميها المستقبل للدونر، لا اشتغلت وبقت ادت الوظائف العادية بتاع الخلية الجديدة. فده وعشان الامور تبقى يعني ما فيش فيها يقدر يتابعوها كويس، فنقلوا الجينوم بتاع المايكوبلازما اللي هم خلقوه كيميائيا مش في خلية بكتيريا مايكوبلازم تانية، لا حطوه في خلايا اللي هي بتاع الخميرة ليست، عشان ما يبقاش فيه شك ان ده اساسا ما حصلش النقل كويس او اول اخو، لا ده عملوها في بعد ما الخلايا تكاثرت، الخلايا اللي هي بتاع الخميرة دي بعد كم راوند كده من الانقسام لقوها مايكوبلازما وليست بكتيريا. فكان موضوع طبعا غير عادي، وده ابتدوا بقى يحسنوا في التكنولوجي دي بعد ما الدنيا قامت
12 الكلام ده في النيتشر، بدأ العلماء طب ايه المانع بقى ان نكون خلية جديدة نخلقها؟ فالمحاولات كترت جدا جدا، وبعدين ظهر بقى من شهرين او من شهر تقريبا بحث كسر الدنيا واتعمل عليه تغطية إعلامية كبيرة جدا، واتنشر برضه في نيتشر بس من مجموعة يعني من جامعة بريستول في إنجلترا. عملت إيه المجموعة دي؟ عملت حاجة عجيبة جدا، مش بقى عملوا جينوم، أنت ممكن تخلق الجينوم طبعا بس الموضوع مش سهل، عشان تخلقه بالظبط زي الجينوم الطبيعي محتاج عمليات طويلة جدا ومعقدة وشيل وحط حاجات مجموعات كيميائية، خاصة موضوع الميثايليشن وكمان بعض الانزيمز اللي هي ممكن تهاجم الجينوم الجديد اللي هي موجودة في الخلية المستقبل، لكن هم تغلبوا عليها في البيبر اللي انا قلت لكم البحث الاولاني. هنا بقى طموحهم زاد جدا وحققوه، اللي هو ايه؟ ان احنا ممكن نحقق نكون خلية جديدة من مكونات خلايا مفككة. يعني فكرة المقال اللي انا كنت كاتبه من 6 شهور، سبحان الله فوجئت لقيت البحث ده. عملوا ايه؟ جابوا خليتين، نوعين اتنين من الخلايا البكتيريه، وجابوا سائل مكون من ماده كيميائيه كده عشان يشبه السيتوبلازم يعني، بس هو مش السيتوبلازم لكن مشبه يعني، اسمه بولي داي الايل داي ميثايل امونيوم كلورايد، وفي اي تي بي اللي هي ادينوسين ترايتريكليت طاقه يعني مصدر الطاقه. جابوا السائل بس على هيئة سائل لزج يعني قطرات لزجة اللي هي المادة اللي أنا قلت عليها دي، وبعدين حطوا عليها نوعين من البكتيريا، النوع الأول اللي هو أتصور سيدومناس والتاني شيريشيا كولاي، حطوهم مزجوهم في القطرات اللزجة دي بتاع المادة اللي أنا قلت عليها، وبعدين بحيث هنا الذكاء بقى، بحيث أحد نوعي البكتيريا اللي هو سيدومناس يتنوا على الغشاء الخارجي للقطرات اللزجه دي، والنوع الثاني من البكتيريا يبقى جوه في السنتر في المركز بتاع القطرات دي. وبعدين حطوا لايزوزومز، دي انزيمات محلله للبكتيريا طبعا عند بي اتش معين، وبعدين حطوا معاها ماده اسمها ميليتينين، ودي بتستخلص من سم عسل النحل. الاثنين مع بعض الانزيمز اللي هو اللايزوزيمز او اللايزوزومز يعني والميليتينين فرقعوا الخلايا اللي على السطح بتاع القطرات اللزجه واللي جوه القطرات اللزجه، فرقعت الخلايا البكتيريه بنوعيها. وبعدين بداهم، ده انا بقول طبعا ببساطه شديده يعني، لكن الموضوع معقد جدا محتاج يعني عمليات كيميائيه كبيره. وبعدين بعد فترة لقوا إن الغشاء الخلوي اتكون اللي هو السيل ميمبرين، وجوه الجينوم موجود والميتوكوندريا موجودة وبقية أجزاء الخلية موجودة، وموجودة بطريقة تشبه الخلية بالظبط، أي خلية في الدنيا عبارة عن غشاء خلوي وجواه، خاصة إحنا هنا بنتكلم على خلية بروكاريوتيك اللي هي خلايا اوليه بدائيه مش خلايا متقدمه اللي هي ايوكاريوتيك زي بتاع الحيوانات العليا والانسان والنباتات العليا، لا دي خليه زي بكتيريا يعني. فوجدوا الغشاء الخلوي موجود ومكونات الخليه اللي في السيتوبلازم موجوده، طبعا ده يعتبر نقله نوعيه غير عاديه. لحد هنا كويس، ايه بقى الـ يعني كان ممكن يكون متوقع لكن كان ممكن ما ينجحش، ايه بقى الجديد؟ لان كمان لقوا ان الخليه الجديده بتكون طاقه الاي تي بي، تعمل جلايكوليسيس تاخد المصادر الطاقه من الجلوكوز وتحولها الى طاقه. ماشي ده كويس. ايه الحاجه الجديده كمان؟ ان لقوا ممكن اقول لك دي من نتيجه وجود الميتوكوندريا في الاساس اللي كانت من الخلايا القديمه والبروتينات، لكن سابوها حصل انقسام، بعد الانقسام قال لك ده ممكن برضه يبقى نتيجه للصفات القديمه بتاع الخليتين القدام، وبعدين سابوه عشان يتاكدوا بقى هل الجينوم اشتغل ولا لا، لان هو الحياه عباره عن ايه؟ الحياه عباره عن جينات تتحول الى بروتينات.
البروتينات مش هتعيش طول العمر، يعني ممكن تبقى موجوده لساعات لايام لكن بتتحلل. ايه بقى اللي بيطلع بدلها على طول؟ الجينوم، اللي هي الجينات، كل بروتين له جين بيطلعه. وبعد فشافوا بقى، حللوا الجينات، لقوا الجينات او الجينوم اشتغل وادى وظائف اللي هي الطاقه والحركه وتغيير شكل الخليه، وهي بتتحرك من الشكل الدائري او القروي الى الشكل الاميبي زي الاميبا كده. فالصفات دي طبعا اول مره تحدث في العالم حتى الان، فده تقدم غير عادي، ان تكوين خليه مخلقه من بقايا، او مش من بقايا سوري، من مكونات خلايا بكتيريه. طبعا ده مش معناه ان هم خلقوا خليه حيه من العدم، لا، ده تحدي طبعا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، لانه هنا فرقعوا الخليتين، نوعين من البكتيريا، وبعدين حطوهم في نفس المكان بطريقه هندسيه عشان يكونوا الخليه الجديده. فهو كل ما اللي عملوه، وان كان يعني يعتبر اعجاز بيولوجي وبايوتكنولوجي، ان هم استخدموا مكونات الخليه القديمه لتكوين خليه جديده. نفس فكره تفكيك الخليه وتركيبها، كان واحد عنده عربيه فككها وركبها تاني. بس هو هنا حتى اللي بيفكك العربيه يبقى عارف ده هنا، لا، هم حطوهم مع بعض بطريقه معينه وسابوا الخليتين، كأن الخليتين بقايا الخلايا، او سوري، اللي هي مكونات الخليه القديمه عارفه كويس جدا تتجمع ازاي وتكون خليه زي كأنها مبرمجه يعني. فسبحان الله حقيقي، وبحث غير عادي وله تطبيقات كبيره جدا جدا، في طبعا في التشخيص، لان ممكن تكون انواع معينه من الخلايا عشان تنتج بروتينات معينه، وبدون بقى استخدام فيروسات او اللي بنقول عليها الفيكتورز، ممكن تستخدم في انتاج علاجات جديده، ادويه تستخدم في العلاج، ممكن تستخدم في التصنيع، في انتاج الايثانول اللي هو بيستخدم في التصنيع الغذائي والوقود الحيوي، كل ده تطبيقات ممكن تتم من الموضوع. بس موضوع له خطوره برضه، لانه اي حاجه متقدمه بهذا الشكل على مستوى الخليه وتكوين خليه جديده، يعني الفيروس بيبقى سهل شويه انه يتخلق، لكن خليه حيه لا، دي قصه ثانيه. الفيروس مش حي، هو ما بيشتغلش لما بيدخل خليه، انما هنا انت بتكون خليه، فبالتالي انت مش ضامن بقى، يعني الخليه ديت ممكن يبقى الجينوم بتاعها ايه، عامل ازاي، لما يبقى مكون من ديباج تو جينومز، ممكن كان يدي خلايا جديده ما نعرفهاش قبل كده، ممكن تستخدم في تكوين يعني مخلوقات جديده، الله اعلم هيبقى العواقب بتاعتها ايه. فده الخطوره بتاعتها شويه الاخلاقيه. لكن احنا مش هنقف مكتوف الايدي، العلم طبعا مفتوح زي ما حضراتكم شايفين، من تخليق جينوم فقط الى تفكيك خليتين وتكوين خليه منه. يعني ممكن خلايا، اول الواحد يجيب بقى اي خلايا، بس طبعا ده مش اي خلايا، هم هنا قدروا يشتغلوا على الخلايا البدائيه، لكن ممكن بقى مع 20 سنه من دلوقتي ولا 10 سنين ممكن يكونوا خلايا بتاع انسان، خلايا كبد، هيبقى لها مميزات فلها خطوره. فده كان حلقة الفنجان النهاردة، وحبيت أقول لكم أن هذا الفنجان أنه طريق دلوقتي يعني واعد ولكن محفوف بالمخاطر، والعالم كله بيتكلم عليه، لأنه الواضح أن العلم ليس له حدود، وكل ما بيحدث تقدم علمي بيحدث تراكمات علمية، وبيحدث تطور في المعلومات وزيادة في المعلومات والتكنولوجيز، تخلي العلماء يستطيعوا يطوروا التكنولوجيا اللي تخليهم يعملوا الحاجة اللي كانوا بيتخيلوا إنها يعني خيال علمي. لكن واضح إن الموضوع الخيال ممكن تحقيقه، يعني لو أنا بكتب رواية أقول فيها الموضوع ده، رواية أدب خيال علمي، يعني كان ممكن تبقى رواية من الطراز الأول كأدب خيال علمي، لكن العلماء عملوها. وهنشوف في ال5 سنوات القادمة، أو يمكن في السنة القادمة، إيه اللي هيحصل إن شاء الله. ده كان وفي نهاية الفيديو أنا هضع لحضراتكم في مع الفيديو هضع لحضراتكم لينك كل الأبحاث اللي أنا اعتمدت عليها
في هذا الفنجان بتاع النهارده، سواء البيبر اللي اتنشرت في 2010 والتغطيه بتاعتها، او البيبر اللي اتنشرت بعدها 12 سنه 2022 من شهر فات. اتمنى يكون فنجان النهارده كان خفيف ولذيذ وبسيط، وفتح شهيدكم للعلم ولخلق الله سبحانه وتعالى. يعني ان في النهايه الـ يعني الخليه هي طبعا مكوناتها ربنا اللي خلقها سبحانه وتعالى. فطبعا يعني لا نملك الا ان نقول سبحان الله، وفي نفس الوقت شكرا للعلم والعلماء على مجهوداتهم الكبيرة وتحمسهم وإخلاصهم، ولكن لازم نكون واعيين ولازم نكون مسيرين لما يحدث على مستوى العالم، خاصة في التكنولوجيا الحيوية، وخاصة في موضوع الفيروسات وموضوع البكتيريا. وعشان كده أنا بقدم كل حلقة بحث يكون له أثر غير عادي والعالم كله اتكلم عليه. يعني مش مجرد بحث اتنشر، لا ده له تطبيقات في المستقبل وحتى في الحاضر غير عادية، غير عادية، وممكن نسمع عنها قريب يعني. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من برنامج فنجان علم، ولكم مني تحياتي دكتور محمد لبيب سالم، تحياتي.